اطمئن انك ليك غد عظيم سيصنعه الرب معك في الايام القادمه. قول له يا رب اديني نعمة، انا مصدق ان في مجد عظيم جاي، اليس هذه نعمة الله؟ احبائي في كل مكان، مشاهدي قناة الطريق، مرحب وسهلا بحضراتكم وكل عام وانتم بخير. فضل يومين والعالم كله يحتفل بالسنة الجديدة التي انتسبت إلى يسوع، سنة ميلادية. ولما جاء يسوع قسم العالم كله إلى قبل الميلاد وبعد الميلاد، كلنا عارفين الكلام ده. ويعمل بالسنة الميلادية في معظم جميع العالم، حتى الذين يكتبون تواريخ لبلادهم أو بما ينتمون إليه، لكن يتعاملون بالسنة الميلادية، لأن يسوع له كل المجد، هو الحقيقة اللي في العالم. إن كانت هناك حقيقة في العالم فالعالم مش هو حقيقة، عالم كله خيال والدنيا كلها خيال، لكن يسوع الحق، الطريق، الحياة، الطريق، الحياة. وإنني أريد أن أتكلم معكم في الأسابيع اللي جاية عن حقيقة عظيمة جعلت لبعض الناس غد عظيم، وجعلت للعالم كله غد عظيم، وللأمم مثلنا صار لنا غد عظيم. يسوع المسيح له كل المجد، جاء في يوم من الأيام إلى أرضنا آخذا صورة إنسان حتى يصل للإنسان. صعب جدا لله يتكلم ويتعامل مع البشر، فوصل إلى تنازل وتواضع، أخذ صورة عبد. فيقول الكتاب المقدس في إنجيل لوقا الأصحاح الأول إنه في يوم من الأيام جاء ملاك لفتاة مخطوبة لرجل اسمه يوسف في بلد اسمها الناصرة، والفتاة عادية جدا، ويوسف خطيبة رجل يعني نجار بسيط. وشيء غريب ان فتاة تاخد شخص اكبر منها، لازم نفهم ان دي ظروفها مش كبيرة قوي، انها اختارت، لكن كان ترتيب السماء واختيار السماء قبل ان يكون الاختيار الطبيعي، واحدة صغيرة تاخد واحد كبير، محدش بيقبل الكلام ده كتير، لكن الظروف سمحت أن يكون مع السيدة العذراء رجل مش كبير، ياما ناس كبيرة مخها يعني مش موجود، مخها تعبان، مخها يعني تبص سنه كبير ما في فهم حاجة، مش كبر السن، لكن كان رجل مميز. يقول الكتاب المقدس إن الجو كان في ذلك الوقت، البلاد كلها نايمة بعد ملاخي حوالي 400 سنة، الدنيا صمتة والجو تعبان، وشعب الله تحت يرزح تحت ضغط الرومان، وكانوا تحت عبودية قاسية، وللأسف كانوا قابلين العبودية بتاعت الرومان، حتى انهم صرخوا في يوم من الأيام ليس لنا ملك،
مالكنا قيصر. أليست هذه مأساة كانت في وسط شعب الله إنه قبل العبودية ويقول لبيلاطس ليس لنا ملك، لما قال لهم أطلق لكم أطلق ملك ملككم أطلق ملككم اللي اسمه يسوع ده اللي مع اللي قدامي، قال لا احنا ملناش ملك. مين ملكك انت؟ قالوا قيصر. الشخص الأممي يا مناس للأسف ملكت على حياتها حاجة تاني، المال، الولاد، الزوجة، الزوج، كل مخهم، مشاكلهم، حياتهم. الموضوع ده كبير قوي مش قادر افتح فيه، لكن الله يعطيك نعمة انك تفهم، انك ما تقولش زي ما قال شعب اسرائيل في قاعة المحكمة، محكمة بيلاطس، عندما قالوا هذا القول ليس لنا ملك لكني أنا لي ملك، ملك الملوك يسوع المسيح إلهي. هللويا. وأنا أؤمن يلي قاعد بتشاهد الآن أنت تقول معي هللويا، لأن يسوع ملكك الحقيقي. ظهر الملك لمريم وهي كانت نائمة في حلم، البلد نايمة روحية ومريم نايمة عادية، نوم جسدي، الدنيا كلها نايمة. ألا ترون في هذه الأيام أن الجو الروحي في كنائس وفي أماكن كثيرة نام والدنيا نايمة؟ أنا أنظر للتجمعات الكبيرة التي تحدث والنهضات عبارة عن لحظات زي واحد في غيبوبة بيصحوه، يبقى نعمل برنامج ترنيم كبير وناس تضرب موسيقى عشان تنعش الناس، وشوف بعد ما بيطلع بره بيحصل ايه، او لما يحضروا وضع روحي كبير يصرخوا ويتنططوا، لكن بعد ما يخلص البرنامج ده اللي بيتعمل ولا حاجة، قليل جدا السمر. اما قدرش اقول ان الله ملوش بيعمل، بس مش هو المطلوب. تتخيل ان بعد البرنامج الكبير اللي بنعمله اللي بمؤتمراتنا ومؤتمرات غيرنا ان الشباب دول هيطلعوا هياكلوا الخدمة اكل كده ويخدموا، دور عليهم ما تلقاهمش، مش موجودين، نفس المكيبات والبرشام بياخدوا تاني وياخدوا ويروحوا المستشفيات، والحالة صعبة. بينما السيدة العذراء نائمة، نائمة بالجسد، والشعب نايم روحيا، وإذ ملاك الرب يتراءى إلى مريم في حلم. خافت. أبعاد أنا ممكن أحلم بابويا بأمي بالناس اللي بالشارع، لكن ملاك، ملاك. زمان منوح لما قدم ذبيحة وجي الملاك طلع بين الذبيحة قال له خلاص هنموت لمراته، هنموت لان ظهر لنا ملاك، ظهر لنا ملاك. كان من الرعب احنا لان في العهد الجديد اقتربنا للمسيح، عرفنا الملائكة، عرفنا الخدمة، عرفنا، فبالنسبة لنا موضوع ملاك ده عادي جدا، اللي خلينا قابلنا اله الملاك وبقي ابونا، يبقى الملاك الخدام بتاع يسوع هنخاف منه؟ في العهد القديم كان يخافوا جدا من ملاك، كان اي ملاك يظهر فملا قال لا لا احنا انا هنموت، انا قلت له لا مش هنموت لانه جبل مننا الذبيحه، ملك مرعوب يا منوح، قال له هنموت احنا قدامنا ذبيحه، هو طلع بالذبيحه يبقى هنموت، قالت له ما تخافش ما تخافش، ده قبل مننا الذبيحه، ما دام قبل الذبيحه يموتنا ليه؟ فلما ظهر الملاك للسيده العذراء مش ابعادها تشوف ملاك، هي انسانه بسيطة، حتى نقالت عن نفسها تميزها اللي كانت بتتميز، نظر إلى اتضاع أمته. كل مميزات هذه السيدة المميزة بها أنها كانت متضعة،
نظر الى ما فيش حاجه تاني بالانسان. الانسان بحد ذاته مولود بالخطيه، وهي قالت بيوم من الايام تجرح نفسي بالله مخلصي، يعني كانت محتاجه لخلاصه. لكن الحاجه اللي بيها المميزه بيها التواضع، دي موضوع تاني. ففي الحلم لما ظهر اليها ارتعبت، جاء الملك وقال لا تخفي يا مريم، ما تخافيش، ما تترعبيش. الكلام الجميل اللي جاء بكلمة الرب في انجيل لوقا، فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايتها المنعم عليها، مبارك، يعني هي المنعم عليها، ما حدش بينعم، خلوا بالكم، ما فيش حد عنده نعمة يداني، النعمة بتاعت ربنا، المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت بالنساء. فلما رأت اضطربت من كلامي وفكرت ما عسى أن تكون هذه التحية. التحية دي حاجة كبيرة عليها قوي، يعني أنا مين عشان يتحيني؟ منعم عليها، مباركة، بتتبارك هي، ما في حد يقدر يبارك غير هو، وما حدش يقدم نعمة غيره هو. فقمة القديسات المباركات اللي زي السيدة العذراء هي منعم عليها ومباركة هي، نعم مباركة أنت من النساء، يعني كل الناس محتاجين بركة الرب. فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم، لقد وجدت نعمة عند الله، وأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمين يسوع، وهذا يكون عظيما، وابن العلي يدعى. يا سلام، هللويا، مبارك اسمك. فلما ظهر لها الحلم والتعب، تحلم بكدديه، دي ما بتحلم، يعني اكتر من في بلد اسمها الناصره، والجليل دي بلد يعني معروفه، بلد مش جميله، يعني امن الناصره يخرج شيء صالح، يعني الحاله الروحيه فيها زي معروف ان الحاله الروحيه زي الزفت زي ما بيقولوا، حاله صعبه. امن الناصره زي ما تقول ايه، هيطلع من منطقه كذا، منطقه تكون فيها راس وشر وخطيه، هيخرج من سدوما شيء صالح، سدوما شر كده، هيخرج من الناصره شيء صالح، موجود، الله بيعمل في كل حته، الله ليه رجاله في كل مكان، في اي بلد تتخيلها في العالم قافله رساله الانجيل ربنا بيعمل فيها، في اي مكان شغال ربنا، لانه قال كده عن نفسه انا اعمل وأبي يعمل. ولما يعمل ربنا ويعمل يسوع، محدش يقدر يقف قدام عمله. كل يوم بنسمع أخبار غريبة إن الله بيعمل في ناس متصدقش إن يعمل، عمل في بولس اللي ما كانش حد مصدق إنه يبقى مؤمن، غير مصدقين أن شاول أصبح تلميذ، ده الإنجيل بيقول كلام كده. لم تتوقعوا الكلام ده، ما توقعتوش مريم، لا. مبارك اسم الرب، ربنا هيديك شغل ما تتوقعوش. انا مين؟ كيف نظر الى ايه؟ يعني مريم مستغربة، ستحبلين وتلدين ابنا؟ طب انا مش يعني ماشي، يعني ازاي يكون ده؟ ازاي يكون احبل وانا ما عرفتش راجل؟ انا ما اتجوزتش وتاخدي ابن، طب وبعدين؟ وده مش ولد عادي، ابن العلي ويدعى ابن الله. يعني كل ده عمليات، صدمات، بنت بتحلم انها بتخلف ويجي لها ولد ابن العلي ويدعى اسمه يسوع يخلص شعبه، ايه ده كله؟ وهي نايمة، وهي انزلة، يعني ما فكرت في الخطوط ده،
كم واحد حاسس ما لهش اي خدمه ولا وضع في حلم جاي لك مباشره من السماء؟ مبارك اسم الرب، هيقلب اوضاعك ويصنع لك تاريخ. ممكن ما تقولش لي خدمه بالكنيسه ولا الاخوه عاوزين يدوك خدمه بالكنيسه، وضعك يعني مش مضبوط، لكن صدق ان ربنا هيعمل شغل مبارك في حياتك. رب هيعمل شغل عظيم فيك. تقدر تؤمن بالكلام ده؟ انا اؤمن ان في تاريخ عظيم ربنا هيعمله في حياتي وفي حياتك وفي حياة كل الموجودين والسامعين معايا اللي قاعدين في المشاهدة، في مشاهدة قناة الطريق. الموقف كان كبير للغاية، فسألته سؤال، يعني كيف يكون هذا؟ ودي السؤال سنتكلم فيه في الحلقة القادمة بنعمة الرب. الحضور الإلهي اللي بدأ يمهد للسيدة العذراء ان في عمل كبير جاي ليكي. انا كم واحد معاها كان في الحلم؟ هي واحدة بالحلم، واحدة نفسيها، لكن في شغل مع فرد، شخصية واحدة بيتعامل معها ربنا. ليه انت بتتعزى لما الكنيسة تتعزى وتنهض مع الكنيسة تنهض؟ ليه ما تسمحش لله يتعامل بيك انت شخصيا عشان ينهض بيك عالم بأكمله؟ الله تعامل مع إبراهيم ليصنع الشعب، وتعامل مع يعقوب ونزل إلى مصر ليكون شعب عظيم، وتعامل الرب مع أناس عاديين، صنع منهم إنهم يكونوا قادة غير عاديين. لكن أنت ليه مش عاوز تستقبل من ربنا شغل لوحدك؟ ليه ده اللي يعني بتجري ورا الناس وخدمة الناس وتمشي ورا الناس؟ على مدى التاريخ اللي صاروا ورا الناس والخدام سقطوا في الطريق، لكن اللي صاروا ورا ربنا حاجة تانية. فنرى موسى، ماله موسى؟ جبلوا ربنا في العليقة ورا مشهد ودعا للخدمة وصار. فتجد موسى فوق الجبل وهارون قاعد تحت. ايه اللي بيحدث؟ ان موسى بياخد الكلام من ربنا ويقول لهارون، وهارون بيكلم الناس الشعب، بيستقبل من موسى استقباله كلامه من موسى. كانت النتيجة ان هارون لما تأخر موسى شوية، متأخر موسى، متأخر عليه اللي بيشجعه، اللي بيديله دفعة، اللي بيقومه، اللي بيقوله بيزوره، اللي بيكلمه، اتأخر شوية، عمل عجل، عمل ذبيحة وقدم ذبيحة. ما ليه؟ انت عزيزة حضرتك يعني لما بيزوركش تعمل عجل، تعبده. اتأخر عليك الخادم اللي بيزورك، واتأخرت عليك الكنيسة بيصل عليك، واتأخر اللي بيقولك اخدمنا، واتأخروا عليك كذا. هل اللي يحصل؟ اللي يحصل لك يعني هتوصل في حالة من اللحظات. لكن اللي واخد كلمة من ربنا عمل، فتاة التقت بالملك حاملا رسالة من السماء ليوصل إليها هذه الرسالة. يا رب اجعل كل اللي سامعين النهاردة يقبلوا رسالة من السماء. عارف لما تقبل رسالة من السماء، انسى شخصيتك وكيانك وحياتك، هتتحول إلى ثورية عجيبة، لأنك شخص قبلت رسالة سيكون لك غد عظيم. السيدة العذراء أخذت رسالة من الملاك
انت بالعهد الجديد انت واخد رسالة من الله نفسه, من الملك واخد رسالة من الروح القدس, حاجة عظيمة مدعو ليها, وانت مش قادر تفهم قيمة اللي بيقدم ليك الرسالة. كل اللي بتعمله تابع للناس, تابع للإخوة, مش عاوز تستقبل انت وحدك, استقبال من ربنا, مش قادر تستقبل انت من ربنا. فلما سمعت الكلام كان بالنسبة لها خدمة مش صغيرة, فتاة تطلع حامل, فبيقول الناس علي ايه وياه هيعملوا فيا ايه, والشريعة تعمل فيا ايه, وخطيب هيعمل فيا ايه, وكل الناس. انت عاوز خدمة فيها مكسب ليك, عاوز مرنم تتشهر, عاوز خادم تسمع في كل الدنيا, الناس تدعوك وتفتخر, عاوز تسافر بلاد, كلنا بنعمل كده وجوانا الحاجات دي. لكن الخدمة التي دعيت إليها السيدة العذراء فيها ممكن موت ورجم وضياع شبابها. فتاة يأتي إليها الملاك ويقول لها ستحبلين وتلدين ابنا. أنا إزاي؟ أنا فتاة, أنا طب يعملوا ايه الناس بيا؟ ايه اللي هيجرى معايا الناس؟ يعني يحصل ايه؟ هل تقبل خدمة مكلفة؟ ولا عاوز الناس يسقفوا لك؟ ولا عاوز الناس يشجعوك؟ ولا عاوز كنيسة؟ ده حد يجي لي يقول انا مدعو الخدمة, اقول له ماله يا ابني كويس جدا, طب عاوز ايه؟ يقول لك عندك كنيسة اقعد فيها؟ مش عاوز اعمل كنيسة, وعاوز يلقى كنيسة واخوة وجازة وتسكن, ومفيش مانع ان بعد شوية الاخوة دول اللي مسابقة بيبقى جاي لسه خادم ملقش وقت وداخل بالكنيسة, هتقول عربية, تقولك عربية انت عملت ايه؟ انت خدمت ايه؟ ايه نوعك؟ لا انا خادم الرب, خادم ربنا. انت خادم نفسك يا ابني, خدم ربنا مين؟ أرى في هذه الخدمة التي قدمت للسيدة العذراء ما فيهاش أي نوع من العطاء المادي, وفيها تكليف, فيها موقف صعب جدا, ستحبلين وتلدين ابنا, وانا لست اعرف رجلا, كيف يكون هذا الكلام انت بتقول ازاي؟ ده عمليه يعني انا يعني استوعبها ازاي, اتمشاها ازاي؟ يا رب ادينا النهارده خدمه مش بس فيها مميزات, ايضا فيها تكليف وبذل وعطاء. تعلم من يسوع العطاء, تعلم من يسوع اللي أخلى نفسه أخذا صورة عبد, تعلم من يسوع إنك تكون خادم مش شرط. لما جه يسوع في العالم مع إنه رئيس الكهنة الأعظم, لما دخل الهيكل تبني مين؟ تبني النجار, ما كانش واخد أي رتب كهنوتية ولا لبس لبس مميز يميزه انه راجل من الكهنوت, ولا عطوله مكان, بالعكس لان لما كان يروح يوم السبت لما يطلب يستأذن منهم ان يقول يستأذن عشان يتكلم كلمة, اتستأذن وانت في بيتك؟ لذلك قيل عنهم بيتكم مش بيت ربنا, مش بيت, مش بيت ربنا. النتيجة اني وهي بتحلم, صحيح الموقف في البداية بداية صعبة, ستحبلين وتلدين ابنا واسمه
يسوع واسمه عمانوئيل وهو يخلص شعبه. وهو النهاردة من في العالم كله لا يعرف السيدة العذراء؟ من العالم كله لا يعرف خدمتها؟ من العالم كله لم يعرف صورتها؟ حتى في وسط الشعوب الأخرى السيدة العذراء مكرمة. من الذي كرمك على الناصرة المدينة التي أنت منها الذي لا يخرج منها شيء صالح هي كرمتك؟ ولا كنت وصلت بكرامة لأن يوسف زوجك كان رجلا بار، يا ما رجال بار يعني حياتهم مميزة ولم يأخذوا كرامة، لكن ميزك أنك قبلت التكليف وقبلت ما يحدث بالظروف اللي جاية من مشاكل وضيقات مش عارفة يحصل ايه، أردت أن تكوني تحت هذه المسؤولية. يا رب تعال بحلم كبير لكل الناس الموجودة. انت ما عندكش حلم صغير زي ما جئت وكبرت السيدة العذراء وهي نائمة واعطيتها ان تحلم حلم كبير ملوش حدود. النهاردة يا رب صحينا من نومنا ودينا حلم كبير نقوم زي ما حلم يوسف انه الشمس والقمر 11 كوكب دي في يوم الايام العالم كله سجد له. نحن نحتاج بنعمة الله ان نأخذ احلام روحية كبيرة النهاردة نفاجأ بها مغيرة المسيرة، مغيرة مستقبل خدمتك، مغيرا كل اهدافك، مغيرا رؤيتك ومجد الله في حياتك. ولتصبح مش واحد متعود بالكنيسة تحضر، لكن شخص ليك معاملة شخصية مع المسيح تصنع عملا عجيبا ومباركا. اقول لك انت محتاج ان تحلم حلم كبير ربنا يديه لك. اطلب من ربنا يتراءى ليك. سلام المسيح ونعمة ربنا معك، وكل عام وانتم بخير. سلام الرب معكم. امين. اطمئن انك ليك غد عظيم سيصنعه الرب معك في الايام القادمة. قول يا رب اديني نعمة، انا مصدق ان في مجد عظيم جاي، اليس هذه نعمة الله؟